قبل ما تعملي جلسة تنظيف بشرة مهم جدا ان انت تقولي للمكان اللي انت بتعملي فيه جلسة تنظيف البشرة حاجات هتفرق معاكي جدا في الجلسة عشان ما يحصلش بعد الشهر حاجة وحشة. لو انت عاملة بوتوكس او فيلر او بلازما اي حقنة اتضربت في وشك لازم تقولي للدكتور او الثيرابيست او المكان اللي انت هتعملي فيه انا عاملة فيلر، انا عاملة بوتوكس، انا عاملة مايكرو بليدنج، وتقولي عاملاهم من امتى، لانه جلسة تنظيف البشرة بتمشي بطريقة مختلفة تماما لو انت عاملة حاجة في بشرتك. علشان تحافظي على نتيجة الحاجة اللي انت عاملاها اذا كانت بوتوكس فيلر بلازما اي حقنة ضربت في وشك او المايكرو بليدنج كمان ممكن جلسة تنظيف البشرة تبوظه، فانت لازم تقولي انك عاملة الحاجات دي علشان جلسة تنظيف البشرة هتمشي بطريقة مختلفة. لو انت بتستعملي كلمات تقشير ايا كان نوعها او كلمات فيها احماض بقالك فترة لازم برضو تقولي انا بستعمل نوع كذا بقالي قد كذا بستعمله بالطريقة كذا، لانه برضو جلسة تنظيف البشرة هتبقى ليها طريقة مختلفة تماما عن الجلسات العادية، علشان لو انت ما قلتيش جلسة تنظيف البشرة هتبقى مش كويسة ليكي وممكن تعملك التهابات بعد الشهر عليكي. لو انت بتعملي جلسات ليزر لوشك برضو لازم تقولي لو عاملة واكس او فتلة او اي كان الطريقة اللي بتشيلي بيها شعرك برضو لازم تقولي، ولازم في حالة ازالة الشعر اذا كانت بالليزر بالفتلة بالواكس لازم على الاقل يبقى في فرق اسبوع ما بين ده او ده، يعني اسبوع قبل او اسبوع بعد عشان ما يحصلش مشاكل او التهابات او حبوب او اي حاجة. كمان لو عاملة جلسة دم ما بين جلسة تقشير كل ده لازم يتقال لانه بيفرق جدا في جلسات تنظيف البشرة، وممكن كمان ما ننفعش نعملها. اخر حاجة بقى لازم تقولي روتينك بتاع البشرة بصدق، يعني ما ينفعش تكوني انت بتستعملي صابونة وتقولي انا بستعمل غسول، قولي الحقيقة لانه الروتين لازم يتظبط، لازم بعد جلسة تنظيف البشرة تمشي على الروتين عشان يحافظ على نتيجة تنظيف البشرة، لانه جلسة تنظيف البشرة لوحدها مش هتعمل النتيجة الفظيعة ولا الروتين لوحده، ده 50% وده 50%، فلازم تقولي الروتين بتاعك وارجوكم الحاجات اللي عندكم تقولوا ان انتوا بتستعملوها لا، لانه في بنات بتجيب حاجات ما شاء الله حلوه جدا مش بتستعملها ومستنيه نتيجه، فقولوا كل الحاجات دي عشان جلسه تنظيف البشره تفرق معاكم.